معالي الوزير شكري، كنت تومئ برأسك بشأن عدة نقاط أبداها صاحب السمو الملكي وأيضا ألوك. علينا أن نركز، وأيضا ألوك أريد أن أركز على ما قلته لتوك، فكرة الهدف الدرجة والنصف. عندما نرسم صورة لما حدث من قبل ونرى أن هذا الهدف قد انخفض بنسبة كبيرة، فما مدى فعالية ما تم بالفعل؟ وهل يمكنني الآن أن أطلب منك مرة أخرى أن تعلق على مسألة الإلزام، ليس فقط في حالة مصر ولكن أيضا في ضمن المنظور الشامل، لكيف تشجعون أثناء المفاوضات على الالتزام الذاتي لكي يلزم الناس أنفسهم بهذا الأمر دون أن يكون هناك نص إلزامي واضح؟ بالطبع طبيعة النظام المتعدد الأطراف واتفاقات الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعني هي ما هي، وسنعرضها للخطر إذا حاولنا أن نخلق منها شيئا هي ليست كذلك عليه. وفكرة أيضا علينا الانتقال إلى النسق الملزم قانونا، لا يمكن القيام بذلك دون اتفاق واعتراف والاعتراف بقيمة المضي قدما، ولكن هناك أطراف ليسوا على استعداد أن يكون التزامهم على المستوى الوطني مسألة إلزام ومسألة توافق بشأن أهمية العمل المناخي، وبالتالي علينا أن نتحلى بالعملية وأن نمضي قدما ونتطور بالطريقة التي تؤدي إلى أكثر من غيرها إلى النتائج المرجوة. ولكن هناك توصيات، هناك جمعيات مجتمع مدني، هناك سكوك قانونية، وهناك حكومات عليها أن تقدم الحوافز بدلا من الضغط من أجل ما هو آت، ولابد من تسليط الضوء على ذلك. ومثلا التمثيل الواسع للمجتمع المدني في هذا المؤتمر والذي نثمنه، وفكرة الاستماع إلى الآراء بشكل أوضح، وخصوصا في ظل الأسبوع الثاني من المناقشات. نحن هنا كمسؤولين نخدم ونلبي احتياجاتهم، ولابد أن نبقى ملتزمين بذلك. وأتمنى أن وربما أتكهن بأن بما سنفعله للحفاظ على طموحنا، ولكن هناك حد أدنى اتفقنا عليه في باريس وغلاسكو، ولابد أن لا نقل عن هذا الحد الأدنى، وعلينا أن نتفق على هذا الحد الذي اتفقنا عليه. ولقد سمعت الكثير عن هذا الاتفاق، وهل يمكنني أن أعطيكم فرصة أخيرة كل منكم للإدلاء بكلمة ختامية أرجو أن تقصرها على وقت قصير قدر الإمكان. شيء واحد نريد أن نضمن أنه سنخرج منه بالمؤتمر 27 ويمتد بنا إلى المؤتمر 28 لضمان العمل المناخي. ما هو هذا الشيء؟ التنفيذ، التنفيذ والتنفيذ. أعتقد أننا أوضحنا هذا الأمر. يمكنني أن أواصل وأواصل. التنفيذ في النصوص القانونية، في التعهدات المتعهد بها. إذا لم يكن هناك زخم على مستوى المسؤولين، وإذا لم تكن هناك اتفاقات، وإذا لم يكن هناك اقتناع بهذه الأهداف، فلن نحققها.